هل يجوز للرجل لفضيلة الشيخ الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين؟ وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى الطريق المستقيم؟ لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إذا لم يكن محرما له، ولو للتعليم ولو للأمر بالمعروف وأنها المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وإذا خلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما ووسوس لهما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله. وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعا بلا محذور شرعي من أجل تعليمهن فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه وأن يكون مأمونا. ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء حتى تكون النساء في سعة، وحتى لا تفتن أحد من النساء بهذا الرجل. وأقول إنه لا ينبغي أيضا أن يقوم بتدريس النساء رجال إلا عند الضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون امرأة، وكذلك الذي يقوم بتدريس الرجال يكون رجلا، لأن الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهم. ألم ترى إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال، ولا تكون صفا مع الرجل كما جرت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم اختلاط بهم. نعم. بارك الله فيكم.